أي إنسان يأتي إلى الساحر لا تقبل له صلاة 40 يوم. 一个人如果去邪术师那里寻求什么，那么他四十天的公休无效。الإتيان كيف يكون الإتيان للساحر؟ 来到邪术师那里干什么呢？ يأتي إليه ويجلس معه في مجلس في غرفة مثلا. 比如他们同来到邪术师那里同样同在一个房间当中。أو يتصل عليه بالهاتف هذا إتيان لا تقبل له صلاة 40 يوم. 即使是给他打电话询问邪术师，那么他的拜功四十天。أو يشاهد القنوات التلفزيونية قناة تلفزيونية. 或者是看电视上邪术师来讲座。أو يدخل على موقع السحرة بالإنترنت مثلا. 或者是上邪术师的网站。أو يرسل رسالة بالإسمس مثلا أو واتساب أو تليجرام. 或者用现代的社交软件和邪术师进行交流。هذا إتيان للساحر.这都是追随邪术师的一种表现。أو يطالع المجلات والجرائد التي فيها الأبراج برج الأسد برج الحوت هذه الأبراج التي في الجرائد إذا فتح المجلة ونظر في الأبراج هذا إتيان للساحر لا تقبل له صلاة 40 يوم. 以及看一些杂志上的一些关于占星术的一些东西啊，都是使自己的拜功四十天无效。قراءة الكف.هذه الأشياء يقرؤوها هم. 看手相. قراءة الفنجان يأخذ فنجان القهوة ويقلبها كذا ويقرأ ما فيه. 以及其他的这种邪术师这种杯子啊等等一些师的一些邪术的一些方式. هذا الإتيان لا تقبل له صلاة 40 يوم. 不管是以任何方式追随的邪术师都是四十天拜功无效. لو صدق الساحر كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. 如果他认为邪术师说的是真的，相信了邪术师，那么他已经犯了隐昧的罪过。قد لا يصدق الآن، يعني في الوقت الذي يأتي فيه، لكن بعد أيام ممكن يحدث له شيء مما ذكر الساحر ويصدق يكون بهذا كفرا.بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. 相信邪术师所讲的话，那就是对先知所先知的圣经的一种隐昧。بعض الناس يعني يقول أنا أقرأ في المجلة هكذا أتسلى فقط أقرأ قراءة فقط لا أصدق. 有些人有些人说我只是看邪术师的杂志，邪术的杂志只是读一读我不相信。أو أنظر في القناة التلفزيونية أنا لا أصدق فقط أريد أشاهد.有些人我们就说，我们就看一看电视上演的邪术的节目，我们并不相信他。نقول هذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. 这种情况也是四十天拜功无效。ممكن يحدث لك شيء من هذا الذي قرأت في المجلة بعد أيام تصدق يكون بالكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. 有可能你看了以后，过一些时间，你突然有一些东西你相信他了，那就是对先知的一种。فلا بد أن نحذر من هذه الأشياء لا نقرب أبدا هذه الأشياء. 我们必须要警惕，要远离这些事情。لأن الإتيان ليس فقط بالمجالسة.إتيان بالرسائل بقراءة بفتح القنوات التلفزيونية. 因为来到邪术师那里的行为并不一定是只是和他坐在只是和他坐在一起和他进行通讯读他们的杂志看他们的电视等等都这都属于来到邪术师那里。نعم.